قمة المخاطرة، لأن خلاص الوقت المتبقي أقل من 4 دقائق، 3 دقائق و20 ثانية، تفصل نادي ريال مدريد عن لقب كأس ملك إسبانيا. هنا أمامنا صاحب الهدف كريستيانو رونالدو، هل ينهيها؟ ولكن أمامنا هنا التدخل وهناك خطأ، ويعتقد حكم اللقاء يدي إنذار لأدريانو. هذا كريستيانو رونالدو يستغل المساحات الموجودة، وادي امامنا ادريانو اللي يبدو هنا بقى مصاب في هذه اللقطة. ادريانو مصابا في هذه اللقطة، ممكن نشوف ماكسويل في الوقت المتبقي. ادي امامنا هنا انذار لادريانو، بيدرو وميسي وادريانو وبيبي وتشابي الونسو، ادي مايور وانخيل دي ماريا. ولكن الكلام يتوقف عندما نذكر ان كريستيانو